سيادة وسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. محاور ثلاث للنقاش في حلقة الليلة: الأول تأجيل خدمة العلم، توضيحات مهمة. الثاني سؤال حول الخيارات العسكرية والسياسية وتطورات الميدانية في محورين متتابعين. أولا نبدأ بتفاصيل تأجيل دفتر خدمة العلم، وهنا أرحب بضيفي مباشرة عبر الهاتف العميد الركن مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري. مساء الخير باشا. مساء الورد، الله يمسيك بالخير أخوي محمد. باشا أبدأ بالسؤال حول خدمة العلم. موضوع خدمة العلم اليوم يحوز على كثير من الأسئلة، والسؤال الأول: هل عادت خدمة العلم للأردن؟ لا سيدي، هو إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة عن عملية تصويب الأوضاع. فهذا الإعلان كان الأربعاء الماضي، وبتضمن مراجعة أحد مراكز التعبئة والجيش الشعبي المنتشرة في كافة محافظات المملكة من أجل الحصول على دفتر خدمة علم ساري المفعول، أو تأجيل الخدمة في حال امتلاك الشخص لدفتر خدمة قديم لم يجري تأجيله منذ أكثر من عام. هذا الكلام ينطبق على الذكور الأردنيين من الفئة العمرية 18 عام وحتى 40 عام. نعم باشا، بس التوضيح مرة أخرى، إذن ليس هناك عودة لخدمة العلم، الموضوع فقط تصويب أوضاع. صدقت سيري. طيب، تصويب الأوضاع يشمل الجميع منذ من عمر 18 سنة إلى عمر 40 سنة. صادق صحيح. طيب ما بعد 40 عام؟ طلب من البعض أنه يجيب ورقة تثبت أنه معفي من خدمة العلم. الآن إذا كان الأمر بتعلق بالسفر، فبالنسبة لمن تجاوز 40 عاما من الذكور فلا يطلب منه أي إجراء عند السفر، لكنه مطالب بشكل عام بمراجعة أحد مراكز التعبئة والجيش الشعبي للحصول على شهادة الانتهاء من تكليف الخدمة. نعم. ولمرة واحدة فقط، هذه بمجرد حصوله عليها ستدخل بياناتها على بياناته الشخصية، وبذلك هو لا يحتاج إلى حمل هذه البطاقة أبدا، فقط الاحتفاظ فيها في بيته في مكان آمن، بينما عندما استئناف معاملته أينما كانت ستظهر معلوماته بأنه قد حصل على هذه الشهادة. طيب أنا أعيد وأكرر أنه كل ما يرد حول عودة خدمة العلم غير دقيق وغير صحيح، الموضوع فقط محصور بتصويب أوضاع بمعنى تأجيل دفتر خدمة العلم فقط لا غير. صدقت. طيب باشا، بما يخص الجيش الشعبي، هل هناك نية تجنيد، نية تجنيد إجباري أو نية للتجنيد في القوات المسلحة فيما يخص الجيش الشعبي، أما هذه مجرد أيضا إشاعات؟ سيدي، هو اللي بحكم خدمة العلم والجيش والقوات الاحتياطية والجيش الشعبي قانونين: القانون الأول هو قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والقانون الثاني قانون الجيش الشعبي. نعم. بموجب القانون الأول، قانون خدمة العلم، واللي بنص على أن كل أردني ذكر أتم 18 من عمره هو مطالب بالالتحاق بخدمة العلم، وتكون لمدة عام أو عامين أو ما تتأييه القيادة العامة. نعم. ويعفى من ذلك وحيد الوالدين وغير اللائق طبيا، فيما يؤجل لمن هو على مقاعد الدراسة من عمر 18 عام وحتى 28 عام. هذا الإجراء، هذا باشا الإجراء معمول به حاليا اليوم، هذا الكل اليوم أي شاب مع دفتر خدمة علم مؤجل إذا كان على مقاعد الدراسة. صدقت. لذلك لا تعديل ولا تغيير في هذا المنظور، هذا مقصدي. لا تغيير على القانون، القوانين نفسها ما حصل عليها أي تغيير. نعم. اليوم الشباب عم بيسألوا أنه اليوم أنا صفيت، يعني قد أطلب الخدمة العسكرية في أي لحظة، هل هناك نية لدى القوات المسلحة لطلب من هو مطلوب منه خدمة العلم أن يقوم بخدمة العلم في القوات المسلحة؟ سيدي، الخدمة العسكرية هي شرف، لكن ما قمنا به اليوم ويوم الأربعاء هو فقط للإعلان عن تصويب الأوضاع، مطالبة الأردنيين ممن ذكر ممن أتموا 18 لمراجعة أحد مراكز التعبئة والجيش الشعبي للحصول على دفتر خدمة علم ساري المفعول. نعم. هذا ما يتعلق به فقط وليس باستئناف خدمة العلم. طيب باشا، البعض تساءل لماذا لا تكون الخدمة إلكترونية؟ يعني ليش اليوم أنا بدي أروح أراجع مركز خدمة مركز تجنيد قريب، ليش ما تكون الخدمة إلكترونية عبر تطبيق سند أو عبر التطبيقات المعمول فيها حكومياً،
ويطلع التأجيل أو الورقة المطلوبة وتنتهي القصة. سيدي بالفعل في مشروع لأتمتت هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. هذا المشروع قطع شوط كبير وبإذن الله في مراحله الأخيرة بحيث يتم نقل هذه الخدمة كليا إلى التطبيقات وستكون على التطبيق الحكومي تطبيق سنة. قديش تقديريا باشا بتحتاج لوقت؟ المراحل الأخيرة صعب أحكم عليها لكن بإذن الله لن تزيد عن شهرين إلى ثلاث أشهر. من شهرين إلى ثلاث أشهر؟ نعم. طيب اليوم لمن يرغب بالسفر سواء كيف الإجراء لمن هو دون الأربعين وكيف الإجراء لمن هو فوق الأربعين لو سمحت؟ دون الأربعين بده يراجع أقرب مركز للتعبئة والجيش الشعبي قريب من سكنه وهي منتشرة في كافة المحافظات في الجامعات وأيضا في مراكز الخدمة الحكومية الشاملة. وإذا ما تمكن من ذلك فلدينا مركز للتعبئة موجود في مطار الملكة عليا الدولي، هذا المركز مفتوح 24 ساعة وعلى طوال أيام الأسبوع. أيضا لدينا مناديب في مركز الخدمة الحكومي الشامل موجود أيضا في مطار الملكة عليا والذي يعمل بدوره أيضا على مدار الساعة. نعم، إذن لا عودة لخدمة العلم وخدمة العمل العلم إلزامية وفق القانون، لكن ما يجري اليوم هو تصويب أوضاع لا أكثر ولا أقل، لأن هناك من ربط باشا وأنا بدي أكون معك واضح، هناك من ربط بين الإعلان إعلان القوات المسلحة الأردنية والجيش العربي والأوضاع في الإقليم، هل هناك من ربط بين الجهتين أم أن الإعلان كان سابقا لهذا الموعد وعليه لا جديد فيه؟ سيدي مشروع خدمة العلم مثل ما بعرف الجميع توقف منذ العام 1991 وكان دائما هناك مطالب أكثرها شعبية لإعادة هذا البرنامج وهذه الخدمة. نعم. فهذا لا يرتبط بأي تطورات بقدر ما هو يرتبط بإعادة ترتيب أمورنا في القوات المسلحة وفي المملكة الأردنية الهاشمية. نعم، كان في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز كان في إعادة لخدمة العلم ثلاث أشهر، هل هذه قائمة باشا؟ هل هناك من تفكير العودة إليها؟ هل هناك من أي تفكير فيما يخص هذه الخدمة خارج ما هو مألوف ومعروف اليوم للأردنيين؟ هذه الخدمة هي برنامج آخر من أجل تأهيل للشباب لمهن تفيد السوق المحلي. نعم، وهو مفهوم يختلف كليا عن خدمة العلم. نعم، أنا بدي أشكرك كل الشكر باشا على حضورك معنا، أوضحت اليوم جملة من التفاصيل التي سأكررها الآن فقط للتوضيح، لا عودة لخدمة العلم، الموضوع فقط تصويب أوضاع لا أكثر ولا أقل، ولا عودة بمعنى أن ليس كل من بلغ 18 عمره سيعود لخدمة العلم، وكل ما يتم تداوله حول التوزيعات والتصنيفات وما إلى ذلك هو عار عن الصحة وغير دقيق، كل ما معناته القوات المسلحة هو ضرورة تصويب الأوضاع للأفراد لكافة المواطنين الأردنيين لكافة الأردنيين ممن تجاوزوا 18 من عمرهم حتى 40 عاما، حتى من هو فوق 40 ليس بحاجة إلى ورقة اليوم للسفر لكنه من الأفضل أن يتوجه إلى مراكز تنجيل والحصول على ورقة تفيد بانتهاء خدمته من خدمة العلم. إذن تصويب أوضاع لا أكثر ولا أقل ولا صحة لكل ما يتم تداوله ونشره في أكثر من مجال وفي أكثر من مكان.